معكم شيخ عباس بخاري، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده ان شاء الله. كما كتلاحظوا الحلقه ديال اليوم ان شاء الله مخصه العجينه ديال الصابلي، يعني العجينه ديال الصابلي، ويمكن لنا نعملوا بها عده اشياء، يعني كالدوازتاي مثلا، لي تارت فروي او شي حاجه. المهم كتخدم لاي حاجه وكتجي بطريقه سهله، وهذه فيها الخميرة إن شاء الله. غادي نشوفوا الطريقة ديال التحضير ديالها ونشوفوا المقادير. كما كتلاحظوا عندي هنايا الدقيق، عندي كيلو والنصف، وعندي واحد ملعقة ديال 8 غرام ديال الفانيل نعملوها عليها، وعندي 4 ديال البيض كامل، وعندي 500 غرام ديال الزبدة، الزبدة يعني مارغرين وتكون رطبة بحال هكذا، والسكر الخشن، سكر سنيدة. عندي هنايا 650 غرام ديال السكر، وعندي 250 مليلتر ديال الزيت، يعني 4 لتر، وعندي 20 غرام ديال الخميرة، وعندي هنايا واحد 4 ديال المعالق ديال المربى. دابا نشوفوا طريقة التحضير إن شاء الله. ها غادي نوضعو السكر، هاد الزبدة بحال هكدا، وهانتوما كما كتلاحظو هي تخلطات مزيان. علاش كنقول لكم الزبدة تكون رطبة؟ باش كتساعد. هانتوما بحال دابا غادي نوضعو الدقيق، ممكن لكم تعجنوها في المك... يعني في الباتور ماكينة بنفس الطريقة. يعني كنخدموا الزبده والسكر مزيان، واخا في الباتور او باليد بحال بحال. شوف الفران، هنا غادي نوضعوا هذه الخميره ديالنا. هنا علاش كنوضعوا 20 غرام؟ على حسب، واخا نرققوا العجينه مزيان مثلا لي تارت او شي حاجه، ما تخافوش عليها. هنا كنوضعوا هاد 4 ديال المعالق، هنايا معلقة كبار، هنايا هاد البيض، هنايا الزيت. زيت ما قلت لكمش غادي نعمل واحد شويه ديال الاورنج، هذا ماشي ضروري، يمكن لكم تعملوا اي حاجه تعملوها. هذا ديال البرتقال، واحد ملعقة صغيرة. هنا نخلطو هاد المكونين، يعني حتى نخلطو هادشي مزيان هنا لداخل، عاد يمكن لينا ندخلو الدقيق. هانتوما العجينة ديالنا، يعني هادي نعملو ليها شي بلاستيكة ونخليوها في التلاجة فوقاش ما بغينا نخدمو بها كنلقاوها واجدة. وانتوما كما كتلاحظو يعني كتجي حتى في التقطاع ديالها كتجي مزيان كما كتلاحظو. هانتوما نقطعوها كيف ما بغينا، هانتوما يمكن لينا نعملوها بحال هكذا، نقطعوها قطع ونعملوها في الثلاجة تبقى مدة طويلة معكم فوقاش ما جبدتوها، يعني غير تخدموها شوية على الطبلة تخليوها ترتاح، تخدموها وتخدموا بها. إلا احتاجت مثلا
قاصحه شي شويه ولا شي حاجه، ديك الساعه كتزيدوا ليها واحد شويه ديال واحد بيضه ولا نص بيضه بحال هكاك مع واحد شويه ديال الزيت، تخلطو مزيان ترشها وتخلطها. هانتوما العجينه ديالنا، يعني كيف ما بغيتي تلعب بها تلعب بها، كتجي سهله في الخدمه وفي اي حاجه. هانتوما كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.